السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم إيمان قاسم. هنكمل مع بعض الجزء الرابع من ورشة عمل دلاية رجل التلج بغرزة التوب. احنا كده كنا وصلنا للشابو بتاع العروسة وعملنا أول حاجة اتنين أحمر، طلعنا من الخرزة التالتة وعملنا اتنين أحمر، تمام. هنكمل بعد كده ونعمل خرزة سودة. طبعا احنا اتفقنا دلوقتي ان كل بداية صفر بنحط خرزتين، تمام، علشان خاطر ميبقاش في باين فتل من جنب الخرزة. وكمان بدأنا الشغل بخيط ابيض، ولما طلعنا فوق عند الطاقية او الكاب او الجزء بتاع الراس بتاع العروسة معمولة بالخرز الأسود، فعملناها بالخيط الأسود. بدأنا السطر دوت باتنين أحمر، وبعد كده هنكمل بالأسود. بنحط الخرزة ونعدي بين الخرزتين، بيبقى في فتلة ماسكاهم، بنعدي من تحتها، تمام. هنقلب الشغل ونعمل السطر اللي وراه، اهو السطر اللي وراه فيه زيادة خرزة، يبقى هنطلع من اول خرزة زي ما احنا، مش هننزل يعني نخش جوه النسيج بتاع الشغل ونطلع من تاني خرزة، لا، هنطلع من اول خرزة عادي زي ما احنا كده، تمام. هنحط خرزتين اسود ونعديها من تحت الفتلة اللي ماسك الخرزتين اللي في السطر اللي تحتينا، وبنطلع من الخرزة التانية شويش كده ونشد. يبقى احنا هتعلمنا في عمل أوزة التوب ان احنا نشد الفتلة كويس وننقي الخرز متساوي. دي الحاجة اللي المعلومات دي والحاجات اللي احنا التكات دي اللي احنا بناخد بالنا منها اثناء الشغل، هي اللي بتخلي الشغل ماسك نفسه والقطعة متماسكة وما فيهاش فراغات كتير. هنكمل بقية السطر. حطينا دلوقتي اتنين اسود، بعد كده واحدة سودة، تمام. وهنكمل واحدة سودة كمان، اتنين اسود كمان، وبعد كده واحدة حمراء عشان نقفل الوردة اللي هي عبارة عن خرزة احمر وفوقها اتنين احمر، وبتنتهي بخرزة واحدة حمراء. اهي كده زي الشكل ده بالظبط. زي ما اتفقنا ان شغل عرسة التوب مفهوش اي صعوبة، هو واحدة واحدة كده. بعد كده ممكن نعمل اي قطعة قابلنا فينا، واحدة حمراء، واحدة سودة، واحدة حمراء تاني، وبننهي بواحدة سودة، وبعد كده بنخش في النسيج ونطلع من تاني خلاص. كل الحاجات دي احنا خدناها في الأجزاء الأولى، الجزء الأول والجزء التاني والجزء التالت، فخلاص عرفنا التكات وعرفنا الشغل، مفيهاش أي صعوبة، تمام. الخرز ده خرز نص تفسيرة، والخيط خيط حرير مقاس 3 أو 2 أو 3، تمام. ده مقاس 2، بنعدل الخيط اتلعبك اهو. طبعا الشغل تحت الكاميرا بيبقى يعني صعب جدا، يعني فكرة يعني انا تخيلوا انا على المكتب كده وحاطه الكاميرا وايدي تحتها، لازم يعني افضل ابص يمين وشمال عشان اعرف ايه اشوف انا بعمل ايه. طبعا حاطه الخرز الابيض تحت كده عشان ايه الشغل بالخرز الاسود والخيط الاسود، عايز خلفيه تحتي فتحة عشان يبان كده. كملنا الورده الاولى، بنعمل بقى الوردة التانية دي. بدأنا بخرزة حمراء من تحت ونحط اتنين احمر فيها،
اهو حطينا واحدة حمرا، نحط التانية حمرا برضو. نحاول بقدر الإمكان ننقي الخرز متساوي. طبعا دي تنفع ميدالية، تنفع تعليق الموبايل، تنفع تعليق نحطها على أي حاجة في كديكور، لو عندنا مثلا برواز ننزله منها، عندنا أباجورة، فاهمين؟ يعني احنا نوظفها في المكان اللي احنا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طبعا ذكر الله جميل جميل جدا، بيسهل كل حاجة أثناء ما نشتغل كده. يا سلام، نوضع حسنات وفي نفس الوقت ان احنا نستفيد بالشغل اللي احنا بنعمله. هنكمل بقية السطر، بقيته اسود اهو زي كده. يبقى بدأنا اتنين اسود، وبعد كده واحدة حمراء، واحدة حمراء، وبعد كده واحدة سودة، واحدة سودة، وبنقلب الشغل ونشوف هنعمل ايه. بادئ باتنين اسود في طلع لبره الشغل في زيادة، يبقى زي ما احنا الخرزة الأخيرة زي ما احنا اهو. اشتغلنا اهو، هرجع الكاميرا، يبقى تلاتة اسود، واحد احمر، وتلاتة اسود. طبعا ما احنا عرفنا الطريقة، احنا بس بنقول ايه الاعداد، العدد ايه. السطر اللي جاي ده كله اسود، كله اسود. طبعا ما فيهوش زيادة، فهندخل من النسيج ونطلع من الخرزة التانية. خلاص كده احنا ايه متفقين، ده علشان الشغل يطلع شكله متناسق جميل وما فيش فتلة طالعة من جنب الخرزة. اهو كده خلص، عملت السطر برضو خارج الكاميرا، خارج التصوير. هنوصل بقى بالخيط لنص المنتصف بتاع السطر عشان نعمل التعليقات. هنحط حوالي مثلا 6 خرزات او 8، يعني المهم بالعدد متساوي، بحيث ان احنا بنقسمه ويبقى متساوي 6 8 او 10. طبعا 10 هيبقى كتير كده، لو قلنا 6 8. اهو هنقي بقى الخرز، حاول نقي شوية كبير نوعا ما، وبرضو نفس القصة متساوي. يعني لو نقينا الخرزة كبيرة يبقى ايه الستة كلهم كبار. تمام اهو 6 7 8 كده كام؟ احنا عطينا 7 8، مش هتفرق. وهنيجي عند الحلقة وندخلها بيها جوه الخرز وننزلها، يعني ده هيميل الخرز اليمين، هندخلها في الخرز الشمال، وبرضه نخش في النسيج تحت ونطلع تاني ونخش جوه الخرز اللي احنا حاطينه ده، يعني 3 4 مرات كده حسب ما ايه ما الخرز استوعب عشان تبقى متينة. تمام اهو نلف كده علشان نثبتها. يا رب تكون الورشة كانت مفيدة بالنسبة لكم وتعلمتوا حاجات جديدة ونفذوها بإذن الله. اهي ثبتناها، هنخش بقى جوه الخرز ونتوه بقية الفتلة علشان نقصها. اهو بقول تمام، نخش جوه الخرز ونثبتها كده. خلصت الورشة، ايه رأيكم في الشكل بعد ما خلص؟ شكله كول وجميل جدا على فكرة، يعني بيعجب الشباب جدا، بنات يعني او ولاد. وقطعته يحطها في دلات المفاتيح بتاعت المفاتيح. يلا يا مسهل حال، ان شاء الله تعرفوا تنفذوه ويبقى سهل بالنسبة لكم.
ايه رأيك فيه بعد ما اخلص؟ يلا بقى ان شاء الله اللي يعرف ينفذه كده يبعتولي على الواتساب، واتمنى لكم تكون ورشة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.